الفنيه الموجوده. احنا فخورين بكل المجهود اللي هيكون موجود. والله الاعلام يعني بنقول للناس لسه بنبدا في المؤتمر الصحفي مهندس ياسر واللجنة قالوا النص الثاني هي اللي هتكون فيه المنافسات الاقوى. فاحنا فخورين بكل واحد شاب، انا بتكلم اهو كوزير شباب ورياضه ومصر، فخورين بكل ولادنا اللي شاركوا بنقول لهم ادوا اللي عليكم، لكن احنا عندنا تارجت ان شاء الله هنكون عليه. حضراتكم ممثلين للاعلام واحنا طبعا فخورين بيكم، حضراتكم تدوا المسج ازاي؟ احنا ندي المسج المسؤول الاعلام يكلم الاعلاميين، لان السوشيال ميديا مش كلها اعلاميين بيقولوا، لكن في صوره زي دي. فالرساله يعني مهمه جدا. وكمان احنا اعدادنا لاولادنا بنقول لهم اشتغل، المشكله اشتغل وادي كاس. واحنا فخورين طبعا على الدول المحيطه. هل كل الدول المحيطه جايه وهتطلع بال 900 ميداليه؟ وفي كده وفي كده وفي كده، لكن احنا من اكثر الدول الحمد لله بتطلع ترجع بالاولمبياد خدنا يعني، لكن نامل اكثر. ومع العلم الدراسه بتقول كمان ان شاء الله يعني 28 15 ميداليه. فالتدرج ماشي من سته دي مضاعفات الدوره اللي قبلها كانت في طوكيو، ثم بنصل 8 الى 10 ان شاء الله، يعني 6 الى 8 الى 10 ان شاء الله. وبعدين تيجي 2028 المخطط ليها لاسباب درسينها يعني 15 ميداليه. لكن ده معناه ان ما نطلعش باولادنا ويجوا ويعملوا الممارسه دي خلاص، يعني مش هتطلع مش هتشتري. مع العلم لما لاعب بيخطر ما بيوصلش بيحصل ازاي ما بيوصلش وما دخلش، فاشتغل شغلك في خط مستقيم.